مشاهدي اوريزون تي في اينما كنتم، اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من برنامجكم زوم سبور. واليوم نتكلم عن عوده البطوله، يمكن تكلمنا عليها بزاف ولكن كل مره كنتكلم عليها من زاويه. اليوم سعيد جدا ان يكون معي الاطار الوطني واللاعب السابق لمجموعه من الانديه ابرزها الوداد الرياضي، الامر يتعلق بهشام العمراني. سي هشام، مرحبا بك. مرحبا اخويا مفتاح، تحيه لك وتحيه للمتتبعين ديالك، ومرحبا بي عندك في البرنامج ديالك زوم سبور، ونتمنى لك ان شاء الله على دائما تكون موفق، ودائما البرنامج ديالك يكون من حسن الى احسن ان شاء الله. شكرا خويا هشام، وتحيه ليك لانه دائما كتواصل معنا. هشام، بدايه يمكن اول سؤال كلاسيكي وكيتناقش وكيتسال بشكل كبير، وكيفاش كدوز الحجر الصحي؟ يمكن المده ماشي قصيره ومازال ما كملناش الحجر الصحي، كيفاش كدوز هذا الوقت هذا خويا هشام؟ هو اكيد من مده ماشي سهله، لان نحن داخلين دابا 3 ديال الاشهر وحنا في الحجر الصحي، مرغم اخاك لا بطل، ما كاينش الحل. يعني طبيعي لاننا نتبعوا التعليمات ديال وزاره الصحه والتعليمات ديال الوزاره الداخليه باش نحاولوا على الاقل يكون هذا المرض يسيطروا عليه الناس المسؤولين، ونحاولوا لاننا نخرجوا باقل الاضرار بهذه المناسبه. فكنتمنوا الشفاء للناس اللي مازال عيانين ومازال مراضين، ان شاء الله كنتمنوا اليوم يرجعوا لنا ان شاء الله بصحه جيده. كنتقدموا ايضا التعازي الحاره ديالنا للاسر ديال الناس اللي فقدناهم في الجائحه هذه. وبطبيعه الحال كما قلت يا اخويا مفتاح، فالحجر الصحي شويه كيكون صعيب ماشي سهل، خصوصا على انك كتكون مولف واحد الحياه اللي هي حياه طبيعيه، كتكون كدير فيها برامج عديده، منها الرياضه منها اعمال اخرى، ولكن ملي كيكون الحجر الصحي فكتكون مرغم على انك تكون في المنزل ديالك. اكيد على انني بحالي بحال جميع المغاربه، فانا منضبط باش نكون معك صريح ومع الناس ديال اللي كيتصنتوا لينا وكيسمعوا لينا. فمنذ كنظن 13 مارس فدخلت المنزل ديالي، درت الحجر الصحي، كنخرج الا بالضروره، وبطبيعه الحال كناخذ التمارين الرياضيه واخا غير كافيه اللي كتكون في المنزل، ولكن كنقضيو باش ما كان، كنترينيو في الدار الحمد لله باش نحاول اننا نبقاو محافظين على اللياقه البدنيه ديالي. نعم. هشام، انت كاطار وطني ولعبتي الكره في لو نيفو كما نقولوا، بغيت نسولك سؤال. دابا يمكن انه الكل كيتكلم على ان البطوله ستعود وغادي ترجع للدوران من جديد، وهذا السؤال سولته بزاف المرات، واش اشنو شحال هي المده تقريبا الزمنيه اللي يمكن اللاعب على الاقل يسترجع ديك الطراوه البدنيه؟ كنعرفوا واخا يمكن تستعد في الدار، وانت تكلمتي عليها ما يمكنش تكون التدارب كيف ما كتكون على ارضيه الميدان، شحال تقريبا المده الزمنيه باش يمكن اللاعب على الاقل يستانس بالملعب من جديد؟ وهو الظرفيه صعيبه، لان غير مثلا ملي كنت في نهايه الموسم ملي كتسالي بطوله، على اعلى تقدير النادي اللي كيعطيك الراحه اكثر كيكون ما كيفوتش 30 يوم، يعني على الاقل تقدير الراحه كتكون شهر، فما بالك بثلاث اشهر، وهذاك الشهر اللي كتكون ريحتي فيه راه كتاخذ برنامج اعدادي ديالك ما تيكونش بحال دابا. ما نساوش اخويا مفتاح على ان اغلب اللاعبين اللي كيمارسوا في البطوله الوطنيه فممكن يتعتبروا من الطبقه المتوسطه، وحنا ما غاديش نقارنوا راسنا بالمانيا واسبانيا وانجلترا، الناس اللي عندهم تيرانات في الدار وعندهم امكانيات وعندهم الماتيريال باش يستعدوا، وشنو كيفاش رجعوا للبطوله ديالهم، رجعوا على رغم ان بعض المباريات ما كتكونش بهذيك القيمه اللي كنا كنعرفوا على البوندسليغا، ولكن مباريات اللي كيكون عندها ايقاع كثير. فبالنسبه للبطوله ديالنا الامور بالنسبه لي انا غادا تكون صعيبه، وصعيبه بزاف، لان مرحله ديال الاعداد هذه غير كندوي انا على المسائل على الايام العاديه، يعني بلا حجر صحي بلا والو، راك تطلب منك واحد 40 يوم ديال البريباراسيون، فيها لي ماتش اميكو، فيها لي زونترينمون اللي كتكون شويه صعيبه، من بعد خطرات كتوصل حتى 3 المرات في اليوم، يعني في الصباح وفي الزوال وفي المساء. وبالتالي فكنعتقد على ان انا ما عرفتش واش غادي ترجع البطوله او لا ما ترجعش، هذا كيبقى قرار ديال الحكومه، حتى الجامعه ما عندهاش ايد كبيره في هذه المساله هذه، ولكن الى رجعت البطوله غترجع بواحد الاكراهات اللي غادي تكون بالنسبه لي انايا صعيبة. إلا جينا ندويو على الأسباب، ف من الويكلو أنت جاي، من الإعداد البدني ديال اللاعبين غادي يكون تحت الصفر، أيضا ما نساوش على أن اللاعبين من الناحية الذهنية غادي يكونوا ماشي هما دوك اللاعبين اللي كنا كنشاهدو من قبل، وبالتالي فكنعتقد على أن الصعوبة ديال الرجوع البطولة فغادي تكون
بالنسبة لي أنا على هذا حسب رأيي الشخصي غتكون صعيبة شوية. نعم، يمكن انه دائما كنتكلموا على فرضيات، لانه كي قلت واحد الجمله مهمه، وانه حتى شي حاجه لحد الان ما هي رسميه، ولكن الكل يتكلم عن العوده. احنا نبقاو غير في هذا الموضوع ديال انه الى رجعت البطوله، الى رجعت هشام من النظره ديالك انت كواحد اللي لعب الكره ومتتبع وعارف، واش كتعتقد بانه في العوده ديال البطوله يمكن انه نشوفوا تنافس اخر، يمكن نشوفوا انه فرق اخرى اللي يمكن انها تكون مهدده بالنزول، فرق اخرى اللي يمكن انها تكون هي اللي تطمح في اللقب؟ لانه كي قلتي ما يمكنش انك تعرف المعيار ديال اللاعب اللي استعد بالطريقه المزيانه واللي ما مستعدش بالطريقه المزيانه. وهي السيناريوهات كلها محتمله، يعني ما يمكنش على انك تقول مثلا الفرق ديال الرياضه غادا تبقى تستمر على نفس النغمه ديال الانتصارات وانت قطعتي ليها. اللي مهم اكثر هو لي ماتش اوفيسيال، يعني المباريات الرسميه. المباريات الرسميه فهي مهمه، كنقولوا حنا لانه انتصار كيديك الانتصار. ممكن على ان الفرق ديال اسفل الترتيب تستافد اكثر، ولكن ملي كنجيو نشوفو كنقولوا لان الكل سواسيه. علاش؟ لان الحجر الصحي فرض على كل الانديه لان ما تاخذش التدريب ديال الجماعيه، وحنا كنعرفوا ما مدى الاهميه ديال التدريب الجماعيه. يعني ما يمكنش على ان كل واحد غادي يتدرب في المنزل ديالو، غادي تجي واحد المده ديال 20 او 25 يوم غادي تدرب مع المجموعه، وغيكون مسافه الامان والتباعد. وشنعنا ان ناخذ دائما امثله بالبطوله اللي بدات الاولى اللي هي البطوله الالمانيه، فكنشوفوا حتى الناس اللي تيجيو في البونتوش بعاد على بعضياتهم بمتر او متر ونص. وبالتالي فكنعتقد على ان السؤال ديالك فهو سؤال اللي ممكن تجاوبنا عليه الايام القليله المقبله في حاله مرجعات البطوله، لان ما عارفينش ما مدى الاستعداد ديال كل نادي، وما عارفينش ما مدى الاستعداد ديال كل فرد من افراد ذاك النادي. يعني افراد هنا كنتكلموا على اللاعبين، واش باقيين على نفس الوزن، لان الوزن فهو كيلعب واحد الدور مهم في ان اللاعب يكون في التوب فورم او لا، لان اللاعب يقدر يكون كيلعب مثلا ب 75 76 يريح في فتره ديال الحجر الصحي، وهذه خدها مني اكيد. ما كاينش شي لاعب ما غاديش يتزاد في الوزن، يعني باش نكونوا اكثر واقعيه. صح. لان التدريب عن بعد انا بالنسبه ليا بحال كنديروا المهمه ديالنا، ولكن واش كنوصلوا للمنتغى ديالنا فكنظن صعيب. لان كما قلت لك اخويا مفتاح، فاغلب الانديه اغلب اللاعبين ديال الانديه ديالنا راه باش نكونوا واقعيين ومنطقيين، فهم من الطبقه المتوسطه. كتلقى مثلا اللاعب عنده ابارطومون كتقول ليه دير لي مثلا تدريب عن بعد، فين غادي يدير لك هو التدريب عن بعد؟ يدير في الصالون. نعم باش نكونوا منطقيين، حنا كنديو على الناس المحترفين دائما كناخذوا امثله باوروبا. هذه حاجه متفقين عليها كلنا 100%، ولكن الناس رفيتينا بسنوات ضوئيه من جميع النواحي. هذا الشيء كله خصتو لك تجاوب في السؤال ديالك، اللي هو الجواب ديالي كنظن على ان العوده ديال البطوله هي رهينه اننا تعطينا كل الفريق اللي غادي يكون مستعد اكثر من الفريق اخر رغم صعوبه المهمه. نعم صراحه الكلام ديالك مفيد هشام صراحه، لانه فيه امور اللي يمكن انه خص الانسان يركز عليها، وعطيتي مثال مهم انه اغلب اللاعبين ان لم نقل جلهم فما كاينش ديك الامكانيات اللي يمكن انه اللاعب يتمرن في اي مكان وعنده كيف قلتي تيران في الدار وما الى ذلك. هذه نقاط مهمه. هشام نمشي معك لواحد الموضوع اللي ولو ان انا ما كنبغيش ندخل فيه، ولكن تعالك كثيره كتجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ولينا كنشوفوا صراع ما بين بعض الجماهير، ما غنسمي لا هذا ولا ذاك. هشام انت لعبتي والحمد لله الكل يحترمك بغض النظر على هذا الجمهور ولا ذاك، شنو الرساله اللي يمكن تقولها؟ لانه لاعب بحال مثلا اللي كنتكلموا عليه هشام ماشي حنت معايا كيتكلم معايا، هذا واقع كتلقاه محبوب. علاش؟ لانه قدم اداء ديالو، لعب الكره مشى بحاله، سال الكارير الله يعاون. في حين بعض الناس سامحهم الله بعض اللاعبين اللي كيبغيو يقلبوا على شي حوايج حتى هما الله يهديهم عادي وكلاشي هذا وهذا باش يحبني الجمهور. رسالتك هشام بحال هاد الناس الله يهديهم وصافي. هو اكيد انا اتفق معك 100%، فاللاعب كيخصو يكون يركز اكثر على الاداء ديالو، يركز اكثر على الروندمو ديالو يكون مزيان داخل رقعه الميدان، يركز اكثر على المستقبل ديالو، لانه اليوم هو في هذا النادي وغدا يعلم الله على حسب الاداء ديالو ممكن على انه يطور من راسو ويكون في نادي اخر، او لا المستوى ديالو يتراجع وينزل خطوه للوراء ويتراجع لفريق اخر اللي ممكن على انه يكون ما كيلبيش الطموحات ديالو. ولكن نقطه مهمه هذه خصوصا مفتاح حتى كتعرف مواقع التواصل الاجتماعي وشنو دايره خصوصا في هذا الحجر الصحي، راه تتعرف اللاعبين تاهما يا كجل الناس يعني عبر العالم تاهما
عندهم نسبة كبيرة ديال المتابعة من المعجبين ديالهم أو من الجماهير ديالهم، غير هو مواقع التواصل الاجتماعي هما اللي كيوصلوك الناس. بالنسبة لي أنايا فهو سيف ذو حدين، يعني إذا عرفتي تتعامل به وعرفتي تتعامل معه وعرفتي على أن حتى الكلام ديالك اللي كيخرج راه ما كيخرجش على أنك مسؤول عليك أو لا مسؤول، أنت راك عندك بالنسبه لمجموعه ديال الناس راه كيعتبروك قدوه ديالهم. يعني شحال من واحد كيبغي يقول لك انا غدا ما كرهتش نكون انا هو اكس ولا ايكغريك ولا زاد، وبالتالي اعتقد على ان بغض النظر على الاداء ديالك اللي كيكون في الميدان وبغض النظر على انك محبوب من طرف الجماهير او من الجماهير الاخرى، بطبيعه الحال حتى الخرجات ديالك مواقع التواصل الاجتماعي فتكون محسوبه ومحسوبه جدا، لان حاليا ولات تتقالب على اي واحد ماشي غير اللاعبين، اي واحد ما يعرفش يتعامل مع هذه المساله هذه غادي ترجع عليه بشي حاجه اللي ما كيتمناهاش. وبالتالي كتعقد على ان احنا دابا كنا احنا في الجائحه كل واحد راجع راسه، كل واحد عرف راسه واش اللي غلط واش صح، كل واحد نتمنى على ان كل واحد يكون ضابط الامور ديالو. صافي بارك علينا، ترجع الهدنه، ترجع الثقه بيناتنا. في الاول وفي الاخر احنا راه كندافعوا على رايال وحده، ودائما شعارنا واش الله الوطن الملك. صراحة لخصتي كل شيء هشام، ولو انه بعض الناس للاسف، لان هشام اللي خلاني تكلمت هذه الامور حتى مؤخرا، نعطيك على سبيل المثال مؤخرا مثلا الكل يتكلم حقا على لاعب الوداد ترينا وفي الحجر الصحي، وكيحطوا واحد الصور اللي انا ما يمكنش ننفي وما يمكنش ناكد، ولكن هذيك الصور بناء على الصور اللي كنشوف راه صور ماشي ديال التدريب، هذيك الصور ديال ذاك النهار اللي داروا ذاك المار ديال اللي داروه مؤخرا ديال كورونا، في حين جهه اخرى حتى هي كتحط حق لاعبين تراجا كيترين، ولينا في واحد الامور اللي بعيده كل بعد عن المصداقيه، اللي جا كي ولينا كنكلاشيو بعضياتنا بامور بعيده، في حين انا كنتكلموا على الحجر الصحي راه ماشي تفليه، راه ماشي كلاش، هذا راه مسائل راه قانونيه. لما كتكلم تقول لي هذا ترينا ولا ما تريناش، خص داك الشيء يكون بوثائق ودلائل، ما اضافه لانه بعض الناس سامحهم الله كيكتبوا شي اخبار حق هذا الفريق هو هذا ولا هذا، وما كيكتبوش لك تشكون ولا اش واقع ولا هذه، باغي نعاك كليك ديال هذاك الجمهور. فرجاء انت الجمهور ما ينساقش وراء هذا الشيء هذا، وبالعكس نحترموا بعضنا البعض. اه من حقك تشد في الخصم ديالك، ولكن ما تكونش العداوه خويا هشام. وبطبيعه الحال شوف، هو الاشاعات هي اليوم ولا البارح ولا غدا دائما غدا تكون، باش نكونوا واقعيين ونكونوا منطقيين. انا ما الحق هذا الشيء هذا ما عرفتوش، ما عرفتش واش كاين ولا ما كاينش، ولكن على حسب وجهه النظر ديالي فلا اعتقد، لا اعتقد، لان كتكلم على ناس مسؤولين، ناس اللي واعيين، ناس اللي ممثلين داخل الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، الناس اللي ميمكنش على انهم يجيو من راسهم وبلا قرار ديال وزاره الداخليه او لا بلا قرار حتى من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وينوضوا ويستدعيوا اللاعبين باش يدخلوا يترينيو يتريني هذا الفريق و15 اخرين ما يترينيوش. كنظن انا ديما تدخلش العقل، ما عرفتش انا مدى صحه هذه الاخبار، لان انا ما معديش شي اخبار اللي مؤكده اللي نقدر نقول. هي اخبار هشام باش تكون معك واضح، اخبار تروج فقط، هي مجرد تروج، ولكن شي واحد اللي يعطيك دليل ملموس على ان راه بصح هذا الفريق ولا داك كيستعد، ما كاينش. كاين اخبار كيقول لك ودي اه ترينا هذا ترينا الاخر ترينا هذا الفريق ترينا هذا، ولكن شي حاجه دليل ملموس بان راه بصح راه ما كاينش. كاين اللي كيهز تصاور قدام بحال الرجاء هزوا تصويره قديمه وحطوها حكا راه كيترينيو، الوداد تيهزوا تصويره قديمه وكيقول هاد الامور هذه اللي ما بغيناش تستمر هشام في النشر. وهو بصح، لان انا لا اعتقد كلا الفريقين ما كنظنش على انهم غادي يجيو غادي يدخلوا ياخذوا لونطريمو ديالهم. كنتكلموا حنا على مرحله حساسه، وكنتكلموا على المراحل الاخيره من هذا الوباء، والحمد لله ولينا كنسمعوا الحمد لله اخبار ساره دائما كل يوم كنسمعوا على ان العدد ديال الشفاء تيكون بواحد النسبه كبيره، عدد المصابين كيكون منخفض، وبالتالي كنعتقد على ان حتى الناس المسؤولين ما غاديش يكونوا زعما حتى لهاد الدرجه غادي يجيبوا اللاعبين ديالهم يدخلوهم لي زونطريمون، ما عارفين على ان حاليا حنايا راه كنعيشوا الخبر يلاه دير شي حاجه دابا في جوج دقائق تلقاها انتشرت على اوسع نطاق، باش نكونوا منطقيين. نعم صح. بالتالي ف انا كما قلت لك، كما قلتي نتايا واتفقنا عليها بجوج، على ان اخبار اللي ما عندهاش صحه ولا ما عندهاش منطق او غير مؤكده كنعتقد على انها كتبقى اشاعات، ودائما مواقع التواصل الاجتماعي يعودون على بزاف ديال الاشاعات
وفاة فلان هو باقي على قيد الحياة. صح معقولة. يعني ما شوف دوك كيبقاو مواقع التواصل الاجتماعي، يعني العالم الافتراضي، العالم الافتراضي ما يمكنش ناخذ منه كل شيء حقيقة، نعم إلا ولا خرج شي منبر اللي موثوق وقال لك على أن هذا الفريق كيتدرب أو الفريق الآخر كيتدرب، ديك الساعة ممكن تكون هضرة. مي نتكلموا ونحلوا شائعات أو لا شي أخبار لا أساس لها من الصحة، فكنعتقد على أننا خصنا نتجاوزوا بحال هذه المسائل هذو. الناس كيشوفوا القدام كيزيدوا القدام، كما قلت في الاول وغنعاود نقولها، في هذا الوباء راه خص الواحد يراجع في راسه بواحد الشكل كبير، لان راه 3 شهور وانت مريح في الدار وما تراجعش فيها راسك وما تحاولش لانك تحيد المسائل السلبيه اللي فيك وتقاد المسائل الايجابيه، كنعتقد لان راه الواحد اذا ما كاين استهلكش خلل. هذه الوقيته ما عمرهم هذه السهل. ما بغيتش نقول هذا كاين خلل احتراما للناس، ولكن وهذا هذا هو واقع يا الواقع، جمال، هذا هو واقع. المنطق. لا وهذا واقع، لانه انطلاقا منا انا من نفسي، لما حاولت نحيد السلبي ونخلي الايجابي، راه عندي شي خلل زعما، حاجه طبيعيه. هو شوف، هو باش نكونوا ثاني واقعيين، هو ولا بد من الاخطاء، يعني طبيعي. ما يمكنش واحد يكون بارفي. غير هو احنا دائما تنقولوا على الله غير الايجابيات تكون غلب من اكثر من السلبيات، يعني صح نكونوا على الاقل واصلين لواحد الدرجه من الايجابيه بين 80 85% ايجابيين، وعلى كانت هذيك 15% مقبولة. مسائل سلبيه مقبوله نحاولوا نعالجوها من هنا لقدام. ولكن كما قلت لك نتمنى لاننا ناخذ دروس كثيره، وانا كنعتقد على ان بزاف ديال الناس خذوا دروس كثيره في هذه المرحله. شكرا بزاف هشام، صراحة النقاش معك زعما فيه مجموعة من الأشياء اللي كيستفد منها الإنسان، وإن شاء الله من بعد كورونا ضروري إن شاء الله تكون معنا في بلاطو في إحدى الحلقات. شكرا بزاف خويا هشام. مرحبا خويا مفتاح، تبارك الله عليك خويا. شكرا هشام، اللاعب السابق لمجموعة من الأندية أبراز الوداد والإطار الوطني، ونتمنوا له التوفيق في المسار ديالو، واللي تكلم معنا على مجموعة من النقاط، تكلمنا على عودة البطولة، تكلمنا على كذلك ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار اللي زائفة، ونتمنى أنه هذه الأمور نتجاوزوها، لأنه رغم اللي كنتكلموا عليه راه ما كان فيه ولا هذا ولا لهذا، ولكن كنقولوا بانه رجاء اللي غيعطي المعلومه يعطيها صحيحه وبدلائل موثوقه، الا كانت غتقول لي بناء على وبناء على، فنتمنى انه لا رجاء، لانه ملي كتنشر انت راه ماشي المشكله فيك انت اللي نشرتي، وانما كتدي معك واحد المجموعه من المتتبعين اللي كيستغلوها في امور اخرى بعيده عن الرياضه. فرجاء راه الخبر مقدس وخاص يكون داكشي بالوثائق وبالدلائل، ونعاود نقول راه ما كان فيه ولا هادي ولا كان فيه هذا ولا مع هذا ولا مع ولا ضد، ولكن بغينا ما نبقاوش نروجوا الاشاعات لان تسيء لكره القدم الوطنيه، وكذلك تسيء للجمهور الرياضي اللي كيتمنى انه يستمع ويعرف المعلومه الصحيحه بلا زياده بلا نقصان، وما تكونش الحسابات الشخصيه وما تكونش الحقد ما بيننا وبين بعضنا، وفي الاخير كتبقى هي رياضه وهي كره القدم فقط لعبه كنتسلاو بها فقط، فاحنا اخوه وما يمكنش نساو هذه الامور هذه، وكيف قلت نحقق تشجع الفريق ديالك، ولكن ما يمكنش تسيء للاخر لانه قد يكون اخ ديالك او واحد من العائله ديالك. مشاهدينا بهذا وصلنا لنقطه نهايه عدد اليوم من برنامجكم زوم سبور، على امل اللقاء بكم في حلقه قادمه، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.